على مدار 4 أيام نظمت المؤسسة العربية الإفريقية بالتعاون مع جمعية المسنين وجمعية الشروط بالخارجة الورشة العمل التدريبي للسيدات بالمحافظة على كيفية استغلال مخلفات المنازل وكيفية الاستفادة منها. أنا لكن في الوضع بالنظر ونفس العمل لكن الوضع بالأسفل الثاني بالنظر إن هي رئيس الشروق الجمعية العلمية للتنسيق مع بعض حبينا نعمل ورشة عمل تدوير مخلفات المنازل وقعدت استخدمها بحيث تدي شيء ذات قيمة وزي ما انت شايف كده الحاجات كلها دي مخلفات المنازل بطرونات جلد قماش أدوات أصبحت الأشياء كلها ذات قيمة يمكن الاستفادة منها. إحنا معنا مجموعة من السيدات والبنات أو الآنسات يقدروا من الدورة اللي أخذوها مع الأستاذ محمد النهاردة يعملوا مشاريع هاند ميد زي ما بيقولوا. المشاريع دي اكيد هتعود عليهم بدخل معين يقدر يساعدهم في حياتهم. وفي اليوم الاخير من الورشه نفذ المشاركين معرض مصغر لعرض العديد من المشغولات التي تم تنفيذها خلال الورشه للتاكيد على ان كل ما في المنزل يمكن الاستفادة منه مرة أخرى. الدورة دي أساساً بالتنظيم مع المؤسسة الأفريقية مع دار شروق أساساً، والمتدربات من الدار ومن خارج الدار ومن التربية والتعليم ومن الأماكن المختلفة، يعني في ربات منزل وفي سيدات مجتمع، يعني كله حاضر معانا على أساس إن الدورة دي إحنا بنقول إيه، بنحول أي حاجة ملهاش قيمة لحاجة ليها قيمة. فطبعا هنا من اول يوم بسم الله ما شاء الله السيدات شغالين شغل جميل زي ما انت شفت حضرتك الحاجات اللي موجوده في المعرض، عملنا من الكرتون والكنز شنط وعملنا شبشب وعملنا فازات من الورق وعملنا كاسات كاسات وعملنا من فازات الزجاج وعملنا برضو من غطيان البلاستيك توك البنات، عملنا شنطه كرتون برضه المعلقه دي وجنبها شنطه جينز وعملنا الحصاله برضه عملنا حصاله من علبه اللبن والكوم كل عملنا النتيجه بتاعت العمل الجديد وعملنا علبه المناديل وحاليا شغالين في دواسه كاسه وبنعمل وحدة إضاءة أهي وشنطة برضه مع الطبلة رضا وطبعا السيدات البيوت عاملين حاجات جميلة جدا، يعني شغل الأبلة هناء أحمر الشنطة دي من بنطلون ترنج، يعني كل حاجة ملهاش قيمة حولناها إلى حاجة لها قيمة. عادات السجاير الإلكترونية برضه نفس القصة، الحاجة أسماء عاملة شغل جميل منها خالص، تابلوهات ومرايا عاملين من القاروره بتاعت الميه ممكن تنفع وحدات اضاءه وممكن تنفع بونبونيره بتاعت الحلويات، يعني كلها اساسا حاجات اساسا احنا بنرميها في البيت، احنا بنعلم السيدات بنقول لهم لا ترميها، او مثلا دي زي قبل كده عملنا برضو ورشه كنوز مهمله بحيث ان انا مثلا الحاجات دي فعلا ان انا بدل ما اشتري الحاجه اعملها دي هتبقى اشيك واجمل وفي نفس الوقت هتبقى حاجه ليها قيمه واعتز بيها طالما انا عاملها بايدي. يعني تحدث المشاركين في ورشة العمل عن المشاركة وأهم الاستفادات التي خرجوا بها. نتابع. سيدات في برنامج بعمله في حاجه من السنين علم وتعليم علم اللي هي عندها معلومه ما بتقولها واللي ما عندهاش معلومه بتعلم التعليم فعلم وتعلم، هو كان برنامج عندي كبير جدا والحمد لله يعني كان ناجح. استفدنا من الاستاذ محمد بقى انا بجد انا اول مره استاذ محمد
بس في افاده كبيره جدا وادانا دفعه ان احنا نرجع نعمل كل حاجه دي. تدوير المخلفات بالمنزل هي ورشة عمل تخرج منها الإبداعات وأيضا يخرج منها الأعمال الرائعة التي تعود على المجتمع بالنفع مرة أخرى.